بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج نور على الدرب، والتي يسرني أن أعرض فيها رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله. كما يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح، شاكرا له استجابته، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السودان، فيها عدة أسئلة، من ضمنها سؤال عن الجلوس في المآتم لمدة 3 أيام، وتحرج الإنسان الذي ينكر عليهم هذا من المجيء للعزاء. أولا السؤال عن حكم عمل المأتم وإقامته، ثم هل لي كما يقول هذا السائل أن أذهب إليهم في اليوم الثاني أو الثالث لأعزي في هذا الميت، وربما يكون الوقت وقت طعام صنع في بيت الميت، فهل لي أن أكل منه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المآتم التي تقام على الأموات، وهي عبارة عن نصب سرادقات وجمع للناس فيها واستئجار للمقرئين أو ما هو أشد من ذلك، خطب التأبين التي يكون فيها ذكر محاسن الميت وإظهار التأسف على موته، وصنعة الأطعمة، أو ربما يكون فيها منكرات من تضييع الصلوات في الجماعة وشرب الدخان أو اختلاط بين الرجال والنساء. هذه المآتم محرمة بما تشتمل بأصلها، محرمة بأصلها لأنها أصلا غير مشروعة، وهي نوع من النياحة، لأن فيها تعداد محاسن الأموات وكثرة المديح وإظهار التأسف، فهي أصلا غير مشروعة، إضافة إلى ما فيها من المنكرات التي يذكرها أو تواتر ذكرها من الثقات ما يجري فيها، ومن البدع كالقراءة للأموات. إن القراءة للأموات بدعة، ولا سيما إذا استؤجر المقرئون من أجل ذلك، فهذه الأجرة حرام، لأن تلاوة القرآن من أجل الأجرة هذا مكسب حرام، لأن العبادات لا يجوز الاستئجار عليها، ولا يصل إلى الميت ثواب من هذا الطريق، هو بذل للمال بالباطل وإرهاق للفقراء والمساكين الذين يموت لهم أموات وليس عندهم استعداد لإقامة هذه المآتم، ومن لم يقيمها يكون عندهم لم يقم بواجب ميته. وكذلك الأغنياء إذا أقاموها فقد أسرفوا في المال وبذلوه في غير وجه شرعي، فهذه المآتم حرام جملة وتفصيلا، ولا يجوز للإنسان أن يحضرها إلا على وجه الإنكار والبيان أنها حرام، لعلهم يتركونها ويتراجعون عنها. أما إذا لم يكن ممن ينكر عليهم فلا يجوز له أن يحضر فيها، لأنه يكون شريكا لهم في الإثم. وأما العزاء فهو ميسر ولله الحمد على الوجه الشرعي، لأنك إذا لقيت المصاب بموت قريبه فإنك تسلم عليه وتعزيه بالدعاء الوارد: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. إذا لقيته في المسجد، لقيته في المقبرة، لقيته في الشارع، في متجره، في مقر عمله، فإنك تعزيه بدون أن يكون هناك ترتيبات وهناك نفقات وهناك إضاعة للأوقات، كل هذا من الآصار والأخلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ثابكم الله. وهذا السائل يذكر أنه قد يأتي ويوافق وقت الطعام، فيسأل عن حكم الأكل في هذا الطعام الذي أعد في هذا المأتم. إذا أكل منه وهو ينكر عليهم هذا الشيء، الطعام في حد ذاته مباح، ولكن مع الإنكار عليهم لا يأكل ويأتي من أجل الأكل ولا ينكر عليهم، إلا ما ذبح من هذه إذا كان فيه ذبائح ذبحت للأضرحة أو للتقرب إلى الأموات، فإن هذه الذبائح حرام لأنها ذبائح شركية. نعم. أثابكم الله، أثابكم الله على ما ذكرتم في مسألة إضاعة الأموال. خطر في ذهني مسألة أن بعض الأموات هؤلاء قد يكون عليه دين وقد يكون ما حج فرضه وشيء من هذه الأمور، ومع ذلك يعتنى بما أشرتم إليه من إقامة السرادقات والمآتم. إذا كانت هذه المآتم والسرادقات تقام من تركة الميت فهذا حرام، لأن تركة الميت للورثة، وأخذها لهذه المآتم هذا ظلم للورثة، لا سيما إذا كان فيهم قصار من الأيتام والفقراء فهذا ظلم لهم. وإذا كان على الميت ديون لله من الكفارات والنذور الشرعية النذور الصحيحة، أو كان عليه حجة الإسلام لم يحج حجة الإسلام، فإنه يجب البداءة بوفاء ديونه سواء كانت ديونا لله تعالى أو كانت ديونا للمخلوقين. فالدين مقدم على الوصية ومقدم على الميراث، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكذلك دين الله سبحانه وتعالى، فالله أحق بالوفاء. إذا كان عليه نذر، عليه كفارة، عليه حج حجة الإسلام، فإنه يجب أن يؤخذ من تركته ما يوفى به هذه الديون، وإقامة هذه المآتم قد لا تمكن من وفاء الديون التي على الميت، فيكون في هذا ظلم للميت، ويكون في هذا بقاء لشغل ذمة الميت بالديون وحرمان له من براءة ذمته منها. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يذكر السائل أن المعزين يأتون جماعات وأفرادا، وأنهم يصلون في مكان العزاء في مكان جلوس الناس، وبعد الصلاة يقولون الفاتحة فيرفع المصلون أكفهم، وبعضهم يقرأ الفاتحة سرا وبعضهم يدعو، فهل لهذا العمل أصل؟ الصلاة لا تجوز في مكان العزاء، وإنما تجب الصلاة في المساجد، يجب عليه من يجيب النداء وأن يصلوا يذهبوا إلى المساجد ولا يصلوا في مكان العزاء، لأن مكان العزاء ليس مسجدا، فتخلفهم عن المساجد هذا أيضا من المؤاخذات العظيمة عليهم. وقراءة الفاتحة والأمر بقراءتها لروح الميت أو لإلقاء البركة على الحاضرين هذا كله من البدع، لأنه لم يرد أن الفاتحة تقرأ للأموات أو تقرأ للحاضرين، وإنما سورة الفاتحة سورة عظيمة وهي أم القرآن وهي أعظم سورة في القرآن، تقرأ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كسائر السور والآيات القرآنية، وتقرأ في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فهي تقرأ على الوجه المشروع، أما قراءتها على هذا الوجه فهو من البدع المحرمة. نعم. بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أيضا بأن عندهم عادة، وهي أنه في حالة الزواج يوضع الحنة على يدي وقدمي الحريص الرجل، ويقولون إن هذا من السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يجوز، لأن الخضاب من خصائص النساء، ولا يجوز للرجل أن يعمل الخضاب إلا يعني لا يجوز له أن يضع الحنة على يديه أو رجليه إلا للحاجة، إذا كان من باب العلاج، إذا كان يحتاج وضع الحنة من باب العلاج أو وضع الحنة على الشيب مثلا في لحيته أو رأسه فلا بأس بذلك، أما أن يضع الخضاب ويضع الحنة من باب التزين هذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص النساء لا في وقت العرس ولا في غيره. نعم. أثابكم الله. من أبو ظبي وردت رسالة من ميم ألف سين يمني مقيم هناك، يذكر هذا السائل أنه أكبر إخوانه وأنه وإخوانه يسكنون مع والدهم في بيت واحد، يقول أنا عندي أولاد وأعطي راتبي لوالدي، ووالدي هو المتصرف أو هو الذي يصرف على الجميع في هذا البيت، فهل لي شرعا أن أدخر شيئا من راتبي دون علم والدي من أجل أولادي الصغار؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، راتبك لك، مال لك،
لك أن تدخره كله أو بعضه، وإذا طلب والدك شيئا منه فإنك تعطيه ما لا يضرك، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، أما ما يتضرر الولد بأخذه فإنه لا يجوز للوالد أن يأخذه. نعم. بارك الله فيكم. من مصر القاهرة الزاوية الحمراء أرسل سعيد سعد سيد محمد هذه الرسالة التي يقول في سؤالها الأول: تقوم بعض المعامل بطلاء الثريات وبعض الآنية بالذهب بطبقة رقيقة جدا، فهل استخدام هذه الثريات زينة في البيوت يجوز، وهل العمل في طلائها في المصنع محرم، أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، لا يجوز استعمال الثريات المطلية بالذهب، ولا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك وأن يجعله حرفة له، لأن هذا من المنهي عنه، استعمال الذهب في الأواني أو في الثريات أو غير ذلك، أو حتى ما يقال أنهم يستعملونه في أشياء أخرى من مفاتيح السيارات أو غيرها، كل هذا حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأواني من الذهب وكذلك ما فيه شيء من الذهب في الأواني، ومثلها سائر المستعملات من قلم أو دوات أو قنديل أو غير ذلك من مستعملات الإنسان أو المفاتيح، لأن هذا من الترف المنهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولا يجوز لصاحب المصنع أن يعمله للناس وأن يبيعه أو يعمله بالأجرة. نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس يتساهل في هذا ويحتج بأن هناك بعض الناس يستعمل الذهب في أسنانه مثلا أو شيء، أو في مقبض السيف مثلا، هذا للحاجة، هذا للحاجة، اتخاذ ربط الأسنان الذهب هذا للحاجة، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يتخذ أنفا من الذهب، لما قطع أنفه في بعض الغزوات اتخذ أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني صار فيه رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصدع ولا ينتن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يربطون أسنانهم بسلاسل الذهب أو بشيء من الذهب، فهذا للحاجة لا بأس به، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا ينتن في الفم ولا يصدع، أما اتخاذه كذلك في مقبض السيف ونحوه فهذا ورد الترخيص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر في ذلك على ما ورد به الدليل ولا يزاد على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يذكر مسألة أخرى، يقول: يعمد بعض تجار اللبن الحليب إلى إضافة بعض الكيماويات بنسبة ضئيلة ليتأخر فساده، ويخفون هذا الفعل عن الناس ويكرهون إظهاره، فهل هذا من الغش المنهي عنه؟ إذا كان وضع الكيماويات في الحليب لأجل مصلحته وحفظه، والعادة أن هذا يكتب على الغلاف، العادة أن هذا يبين في على الغلاف ويكتب على الغلاف، فهو شيء معروف عند الشركات وعند المصانع، وشيء تفرضه أيضا الحكومات على عند الترخيص لهذه المصانع، فوضع هذا الشيء لمصلحة الحليب وهو شيء مرخص فيه نظاما ويكتب على الغلاف، كن هذا ليس فيه خفاء، لكن لو أنه باعه على أنه حليب أصلي وليس فيه كيماوي وليس هو من المعلبات، هذا حرام عليه، لأنه غش وتغرير بالمشتري، أما إذا باعه على أنه حليب مصنع ومعبأ فهذا شيء واضح لا حرج فيه. نعم. بارك الله فيكم. يعني إذا كان يبيعه على هيئة حليب طازج ويضع فيه ما يحفظه من دون أن يظهر للناس فهذا غش، هذا غشينا، أما إذا باعه على أنه حليب مصنع ومن إنتاج المصانع فلا بأس بذلك. يقول هذا السائل المصري من القاهرة: لنا إمام في الصلاة لا نعيب عليه شيئا وهو أقرأنا، لكن إذا قرأ في سورة الفاتحة كلمة الصراط قرأها بالتاء بدلا من الطاء ويسبقه في ذلك لسانه رغم تنبيهنا عليه، كذلك يقع في بعض الأخطاء، فمثلا ولا الضالين ينطقها بدون تشديد الضاد وشيء من هذه الكلمات، فهل يؤثر ذلك على صلاته وصلاتنا خلفه؟ إن كان يستطيع إصلاح ذلك وتعديل هذا النقص فإنه يجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إلا بتعديله، ولا تصح الصلاة خلفه في هذه الحالة، لأنه مقصر، والفاتحة يجب أن تقرأ على الوجه الصحيح بكامل حروفها وكامل تشديداتها وحركاتها وكامل آياتها،
تقرأ على الوجه الصحيح مهما أمكن. من كان يمكنه أن يعدل قراءته فإنه لا يجوز له أن يصلي على هذه الحالة ولا يجوز أن يكون إماما. أما من كان لا يستطيع لأن فيه لثقة في لسانه ولا يستطيع أكثر من ذلك ولو تعلم فإن هذا لا يتعدل، فإنها تصح صلاته لنفسه ويصح أن يصلي بمن هو مثله. أما من ليس مثله من الأصحاء فلا يجوز أن يكون إماما لهم. نعم. بارك الله فيكم. وما قولكم، هكذا يقول السائل يا فضيلة الشيخ، في إمام يميل في الصلاة عن يمينه كثيرا أو ينحرف برأسه ليصل صوته إلى مكبر الصوت، وآخر يمد في التكبيرات جدا فيبدأ الناس في الحركة بعده ولكنهم يسبقونه قبل أن ينتهي منها، كل هذه الملاحظات هل لها أثر على الصلاة؟ خاصة إذا بذلنا النصح للإمام ولم ينتهي منها، فهل يلزمنا الاستمرار معه؟ هذه ملاحظات صحيحة ووجيهة. فالالتفات في الصلاة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه اختلاس من الشيطان، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، فالمصلي لا يلتفت. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل إن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فالالتفات الصلاة بالوجه هذا مكروه، أما الالتفات بالبدن بأن ينحرف عن القبلة من غير عذر شرعي فهذا يبطلها. وكذلك من الالتفات المكروه الالتفات إلى المكروهون، وهذه ظاهرة في بعض المصلين وهي عن جهل، فلا ينبغي أن يميل رأسه ويلتفت إلى مكبر الصوت، بل يعتدل إلى القبلة ومكبر الصوت يلتقط ولو كان بعيدا نسبيا عنه، أو بإمكانه أن يتخذ مكبر للصوت من ما يوضع في الجيب أو في الثياب من المكبرات اللقائط الصغيرة، وهذا يفعله بعض الأئمة وهو موجود وهذا شيء طيب. أما أن يلتفت إلى مكبر الصوت في وجهه وقت القراءة فهذه ظاهرة سيئة وفعل مكروه، فعل مكروه في الصلاة. نعم. والمأمومون ما حالهم؟ صلاتهم صحيحة وصلاة الإمام صحيحة لكن مع الكراهة. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان فيها أسئلة مدارها حول مصافحة النساء، فالسائل يقول عندما يعود الإنسان إلى بلده يأتي أهله وأقاربه وجيرانه للسلام عليه نساء ورجالا، فالنساء يمددن أيديهن، هل له أن يصافحهن؟ لا يجوز للرجل أن يصافح النساء التي لسن من محارمه، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء في البيعة ولا في غيرها، وقال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام. هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي هي ليست من محارمه لما في ذلك من الفتنة وعوائد الناس، إذا كانت مخالفة للشريعة فإنه يجب رفضها والعمل بالسنة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا أشار هذا السائل إلى أنه إذا تزوج الشخص ففي يوم الزواج أو ليلة الزواج يجلس في كرسي هو وزوجته إلى جواره بين المدعوين، فيأتي الناس يباركون له نساء ورجالا يصافحونه ويصافحون زوجته، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا من العادات السيئة، وإذا كان فيه مصافحة للرجال الأجانب المرأة التي ليست محارم فإن هذا حرام كما سبق. وكذلك دخول العريس على النساء وجلوسه إلى جانب امرأته أمام النساء هذا أيضا من المنكر وفيه فتنة، وقد يرى من النساء الحاضرات ما لا يجوز النظر إليه أو هن يفتتن به. وكذلك العكس، المجيء بالعريسة إلى مجمع الرجال وجلوسها أمام زوجها ويصافحها الرجال، كل هذه منكرات ومحرمات، والواجب الستر في مثل هذا، بأن يدخل العريس على عريسته في مكان معد لذلك وخال عن الناس. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يقول هذا السائل إذا كان الشخص بعد صلاة العشاء أدى ركعتين ثم أدى ركعتين شفعا ثم قام وجاء بعشر ركعات وختم صلاته بالوتر، فهل له أن يدعو بدعاء القنوت في الوتر؟ وهل له رفع صوته بالقراءة والقنوت؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، بعد صلاة العشاء المسلم يصلي ما تيسر له من
النوافل، ويكون هذا من التهجد ومن صلاة الليل التي ورد فيها الفضل العظيم. وكل ما تأخر من الليل فإنه أفضل، إذا كان في جوف الليل أو في آخر الليل قبل طلوع الفجر فهذا أفضل، كل ما تأخر إلى ما قبل طلوع الفجر فإنه أفضل، ليدرك وقت النزول الإلهي ووقت السحر يكون هذا أفضل، ويختم صلاته بالوتر سواء تنفل في أول الليل أو في آخره، إنه يختم صلاته بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر وهو سنة مؤكدة، والوتر ركعة واحدة تكون بعد تنفله سواء كان كثيرا أو قليلا من أول الليل أو من آخره. وأما القنوت فهو مستحب في الوتر، ومحله بعد الركوع، محله بعد الركوع وقبل السجود، وهو قائم بعد الركوع يدعو بما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تيسر من الأدعية الجوامع المفيدة. وإذا قنت ودعا قبل الركوع فلا بأس بذلك، إلا أن الأفضل والأغلب أن يكون القنوت بعد الركوع. نعم، أثابكم الله. هذا سؤال عن ليلة المبيت في مزدلفة، ما حكم المبيت في مزدلفة؟ و إذا لم يصل الحاج إليها إلا بعد نصف الليل فهل يصلي المغرب والعشاء جمعا ولو تأخر؟ وهل يحيي هذه الليلة بعمل معين؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا جاء في أول الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء ويبيت بها، ولا يشرع له أن يحيي هذه الليلة بصلاة أو بذكر أو تلاوة قرآن أو بأدعية، وإنما المستحب له أن ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام هذه الليلة ويقوم آخر الليل ويوتر، يصلي ما تيسر له من آخر الليل ويوتر، ويصلي الفجر مبكرا في أول وقتها، ثم يتفرغ للدعاء في مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس إذا أسفر جدا. هذا هو المشروع، هذا إذا جاء من أول الليل. أما إن تأخر مجيئه إلى ما بعد منتصف الليل فإنه يصلي في الطريق، يصلي المغرب والعشاء في الطريق، ولا يؤخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل بل يصلي في الطريق. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يبيت بها بقية الليل وما أدرك من الليل، ويصلي فيها الفجر كما سبق. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وتقبلوا تحية من المهندس أحمد الغامدي الذي سجل لكم هذه الحلقة. إلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.